كتابة لين محمد، مفاجأة لنا، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام مصطفى اليوم بنشر ستوري كشف من خلاله انه اخواته لناولين عملوا له مفاجأة قبل ما ينط من الطائرة احتفالا بوصوله للمليون. بسم الله هاي كيف الحال؟ كيف؟ شو خال؟ جيت بالوقت المناسب. كنت اقول بالسناب انه ما راح تلحقوا تجوا بس جيت بالوقت المناسب. لا حبيبي شو بك؟ الخوف راح، انا ممكن انا خايف الصراحه، انا ممكن خايف زياده. صرت خايف زياده؟ أيضا انتشرت لقطة من حفلة موفلوكس حيث إجا إصبع قمر بعين لين بدون قصد، والمتابعين كتير أحبوا صداقة قمر الطائي ولانا ولين محمد وعم يطلبوا منهم إنه يصوروا دايما مع بعض.